مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا ومهم للغاية، يعني موضوع طرح نفسه على الساحة وبجدارة. أحيانا الإنسان يعني بتفرض عليه موضوعات وقضايا ما يكونش بيفكر فيها بتاتا، وما تكونش خطرت على باله أصلا إن هو هيتعرض لموقف زي ده. لكن تعرضك لأزمة معينة في وقت معين قد تفرض عليك هذا الموضوع. القضية قضية التعليم عن بعد. احنا زي ما قلت لحضرتك إن يعني ظروف الراهنة فرضت علينا أمور معينة، إن انت لازم يعني لازم وحتما إن انت تتعلم بالتعليم عن بعد. ليه؟ لأن في وباء، في كورونا، في حاجات معينة، يعني إما عملتهاش مش هتتعلم. النهاردة هنناقش مزايا ومخاوف التعليم عن بعد، لكن هنناقش القضية دي، أي قضية لابد وهي بتطرح يعني إن احنا نناقش فيها أطرافها، وأطراف هذه القضية ثلاث أطراف. إيه هما؟ الطالب والمتعلم، الطالب والمعلم، والمنظومة التي تدير العملية التعليمية. النهاردة هنناقش موضوع مزايا ومخاوف التعليم عن بعد. رحبوا معي الأستاذ الدكتور عيسى صبري المتولي، مدرس مساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا حضرتك أستاذ مروان، شرفتني ونورتني والله. أنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك في هذا اللقاء الجميل. جزاكم الله خيرا. طبعا حبيبي وصديقي الاستاذ اسلام الدريني، موثق رابطه ازهري من اجل مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا استاذ مروان، عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. الحمد لله رب العالمين. دكتور عيسى، يعني انا يعني عايز ادخل مع حضرتك في الموضوع على طول. مبدئيا، هو دور التكنولوجيا ايه في التعليم عن بعد؟ يعني هل التكنولوجيا دور في التعليم عن بعد؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا اشكر حضرتك على طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت نظرا لاهميته الشديده. تمام. هو اصلا التعليم عن بعد من تعريفه ومن مصطلحه هو لا يكون الا بالتكنولوجيا، الا بالتكنولوجيا اصلا. تمام. يعني كان التعليم موجود منذ بدء الخليقه، ان في معلم ومتعلم، معلم بيطرح علم ومتعلم بيتلقاه. فطبعا فضل التعليم بصورته المعهوده الطبيعيه بالتلقي المباشر المشافهه، لحد ما وصلنا بقى لعصر التكنولوجيا وثورة الاتصالات. تمام. هي اللي جعلت ان في قضية بقى تطرح باستخدام هذه التكنولوجيا اسمها تعليم عن بعد. يعني في طالب. تمام. وفي معلم. تمام. يعني حتى بيسموه ديستانس ليرنينج، يعني في مسافة ما بينهم. تمام. مش شايفين بعض. فهيتعلموا. تمام. ده هيعلمه وده هيتلقى. تمام. فلن يكون الا باستخدام بقى التكنولوجيا. فهذا الامر بالذات يعني مش بقى هنقول دور التكنولوجيا بقى كمان فيه بنسبه كذا او كده. هو لن يكون الا بالوسائل التكنولوجيا المتمثله بقى في ايه. تمام. اولا طبعا الانترنت. الانترنت لان هي دي الميديا اللي هتوصل الناس ببعضها. تمام. فلذلك لو يعني البنيه التحتيه بالانترنت والتواصل كما بيقول في ضعيفه، هتاثر كليه. هنرجع لموضوع البنيه التحتيه وضعفها وقوتها، ده هنتكلم بالظبط، هنتكلم فيه سالفا ان شاء الله يعني في الحلقه. لكن عايز حضرتك، دور التكنولوجيا عامه في حياتنا ايه؟ دور التكنولوجيا طبعا عامه في حياتنا واضحه ان خلاص كل شيء دخل فيه تكنولوجيا بعد وجود ثوره الاتصالات والثوره الصناعيه والسمارت فونز والاجهزه الحديثه اللي جعلت خلاص كل شيء يتم فيها وبها ومن خلالها. فده خلاص فرض علينا ان احنا لازم نشوف بقى البدائل. زي ما حضرتك تفضلت وقلت. تمام. بعضها بدائل بقت يعني مفروضه علينا ان احنا اللي يجب ان نلجا ليها بسبب الاحداث الراهنه. تمام. وبعضها بقى من الكماليات والرفاهيات اللي طبعا طبيعي. تمام. في العصر الحديث دلوقتي بقت بتبقى اختيار لينا عشان نحسن مستوى المعيشه. فهو ان كان طبعا قبل هذه الازمه الراهنه كانت من ضمن الرفاهيات، كان من ضمن فعل. تمام. كان ممكن نعمله الكلام ده كله، وكان في ناس شغاله بيه. تمام. لكن دلوقتي اصبح ضروره لازمه، ويجب علينا بقى اللجوء للتكنولوجيا طبعا
تحسينا للبنيه التحتيه، وكمان تعويدا وتعليما للنشء الجديد عشان يبدا يتعامل معها، ان هو بقى ما عادش رفاهيات وكماليات، بالظبط. ينفع اخلي ابني يخش على النت ولا لا، ينفع يمسك الموبايل ولا لا، اصبح الامر بقى هيبقى هياخد منظور وشكل مختلف خالص من اول حتى التاسيس الاخلاقي والتربوي والتعليمي للطفل منذ نشاته، لان لن يعد له اي تعليم ولا اي تواصل الا من خلال التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا. تمام. طيب اسلام الدريني، يعني من منظورك كطالب وحضرتك يعني في الفرقه الخامسه شريعه وقانون دمنهور، عايز اقول لحضرتك انت شايف يعني للتعليم عن بعد مميزات؟ اكيد طبعا لكل شيء عيوبه ومميزات. بالظبط. تمام تمام. والتعليم عن بعد بالنسبه للطالب اكيد طبعا ليه مميزات كتيره جدا. تمام. من اهمها ان مثلا الطالب مثلا مغترب خارج المحافظه، تمام، ممكن لا بدل ما هو يجي مثلا للكليه مثلا في دمنهور ولا يكون شريعه قانون دمنهور وياخد سكن مثلا ومصاريف انتقال رايح جاي، لا ممكن ان هو يقعد في البيت ويشتغل ويشوف شغله، تمام، ويتابع حياته العمليه وبرضه يدرس في نفس الوقت. تمام. طيب الدكتور عيسى، حضرتك من منظور حضرتك كمحاضر او معلم او دكتور، ايه هي ايجابيات ومميزات التعليم عن بعد من هذا المنظور؟ طبعا بالنسبه لي انا كمحاضر، التعليم عن بعد في ميزه عامه للجميع، الا وهي ايه؟ الراحه. الراحه، الراحه، لا شك الراحه، لان الانسان عشان يروح يتلقى التعليم من مكانه في فلوس بتدفع، في مجهود كبير بيدفع بيبذل، ولا سيما ممكن حضرتك تلاقي ان ناس بتنتقل محافظات، يعني ممكن يقضي 3 4 ساعات. تمام. انا كواحد، انا في جامعه بني سويف، سكني في القاهره. تمام. فحضرتك انت ممكن تتخيل ان انا مثلا اقضي 3 ساعات قبل ما اروح للطالب، مش 3 ساعات انتظار، ده 3 ساعات مواصلات سفر. فطبعا على ما اروح له يعني ممكن تلاقي خلاص كل شيء انتهى من حيث الاستعداد، من حيث يعني زي ما بيقولوا الصحه خلاص، يعني مش قادر. فدي رقم واحد. الحاجه الثانيه بالفعل التكاليف والنفقات. تمام. دلوقتي قبل الازمه الاخيره ما تحصل كان من اغلى الحاجات اللي بتواجهنا الانتقال والمواصلات. تمام. بقت بتمثل يعني 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 عامل واعتبار وحسابات كامله للايه لكل افراد منظومه العمل عموما. تمام. فلما اجي الاقي بديل يعني خلاص يعني يوفر عليا هذه النفقات الشديده، فده برضو تعتبر ايه؟ تعتبر ميزه. الحاجه اللي بعد كده برضو مرونه الوضع. تمام. زي ما حضرتك يعني شايف ان انا لما اجي اعلم عن بعد اقدر ان انا القي المحاضره في اي مكان. تمام. وباي ترتيب، باي مكان وتحت اي ظروف، تحت يعني اي ظروف. بالزبط. دي برضو بل بالعكس ممكن نقول الظروف يعني بنسبه 70 80% ما عادش هتكون مانعه من الغاء المحاضره او عدم ذهابي او كده. بالظبط. استطيع بالفعل يعني انا قبل ما ادخل مع حضرتك دلوقتي كان عندي محاضره بألقيها ما اعتذرتش عنها مبدئيا بسبب ان عندي النهارده برنامج، لا. تمام. انا جبت اللابتوب وحضرتك القيت المحاضره. بالفعل كان بالفعل ممكن ظرف زي ده جالي فجاه ان في لقاء او هكذا. تمام. ان اروح ابلغ طبعا ان مش حدي المحاضره عشان خاطر انا عندي لقاء. بالزبط. فدي برضو حاجه مهمه جدا. فوفرت، يبقى وفرت جهد، وفرت مال تحت اي ظروف بنقدر ندرس. طبعا لا شك ان كل ميزه زي ما تفضل الاخ الكريم. تمام. من اللي احنا قلناها حتى المميزات نفسها قصادها على الجانب الاخر. تمام. يعني سايد افكت وسلبيات، لكن طبعا اي شيء هو سلاح ذو حدين. بالزبط. بيدرس بقى من الناحيتين عشان في الاخر نشوف يعني زي ما ربنا قال بقى هل اسمهما اكبر من نفعهما ولا نفعهما اكبر من اسمهما. الله يرضى عنك. بالفعل. فلازم بقى نشوفها من الناحيتين عشان خاطر في الاخر نشوف المحصله النهائيه، هل محصله نفع ولا محصله ضر. ما هو ده، هل المحصله نفع ولا المحصله ضر، ده هنشوفه من خلال الحلقه. كلام كبير يعني ان شاء الله عز وجل. يعني ارجو من الكل انه يستفاد من هذه الحلقه. ويعني بالمناسبه ان في احنا عاملين ارقام للتواصل عبر الواتساب على الشاشه حاليا 0417-86-36-11. ارسل استفسارك وشكواك عبر الواتساب وان شاء الله عز وجل توصل للسادة المسؤولين. كمان ممكن تتصل عبر الهواتف بتاعت القناة. إن شاء الله تكون حلقة نافعة للكل، ويعني ترضي أبنائنا الطلاب إن شاء الله. معنا الأستاذ الدكتور سيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مروان. دكتور أيه أخبار حضرتك؟ الله يكرمك أستاذ مروان، ربنا يبارك في معاليك. شرفتني ونورتني يا دكتور. الناس عايزة نشرف بيك، وتحياتي للمشاركين معك. توفيق إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا يا دكتور. الله يكرمك، اتفضل يا باشا. حضرتك يا دكتور، في ظل هذه الأزمة، هل كلية الشريعة والقانون بدمنهور، أنا بس حضرتك كعميد للكلية، هل لا. الكلية مستعدة استعداد كامل لعملية التعليم عن بعد؟ نعم أستاذ مروان، الأول بداية بنتهز الفرصة نقدم خالص التهاني لإخواننا المسيحيين بأعياد الربيع وعيدهم المجيد. جزاكم الله خير. وبعدهم إخواننا المسلمين بدخول وبحلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. بداية قبل ما أدخل في موضوع الاستعداد الكلية من عدمه، أرسل لك مفاجأة غريبة شوية. إن تمام. التعليم عن بعد له سند دستوري. له سند دستوري. له سند دستوري. ما شاء الله. كيف ذلك؟ ايوه، المشرع الدستوري في دستور 2014 اولا الزم الدوله بتشجيع التعليم الفني والتقني. الفني والتقني. والتقني. التقني اللي هو عبر التكنولوجيا. نعم. تمام. احسنت. غير كده الماده 25 من دستور 2014 ايضا. تمام. الزمت الدوله بوضع خطه شامله للقضاء على الاميه الهجائيه. تمام. والرقميه بين المواطنين في جميع الاعمار. تمام. سواء كان طالب في الجامعة أو في التعليم الابتدائي أو في الثانوي أو أيا كان. تمام. موضوع آلية وألزمت الدولة بأنها تضع آلية معينة لهذا الموضوع. تمام. موضوع أن التعليم عن بعد هو فرضية ظروف ال زي ما قلنا زي ما قلت لحضرتك الظروف الراهنة الحالية. تمام. ودي ضرورة، وزي ما أنت عارف عندنا قاعدة شرعية أو نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي والضرورات تبيح المحظورات. بالظبط يا دكتور. وعندنا قاعدة قانونية، ما لا يعد مشروعا في ظل الظروف العادية يعتبر مشروعا في ظل الظروف الاستثنائية. ما شاء الله. فده أمر استثنائي. تمام. الأصل إن الامتحانات هتوقف في ميعادها كما هو، اللي هو 30/5. 30/5. 30/5 كما هي. عملية ان انا اضع خطوط خطة وقائية، ان انا مثلا بدل اللجنة ما يبقى فيها 30 طالب اعملها مثلا 20. تمام. او 15 او 10، ده اجراءات وقائية. تمام. لكن انا الاصل ان انا هادي الطالب هيؤدي امتحانه كما هو في 30/5. تمام. ما لم يجد جديد. تمام. بمعنى ان احنا جامعة الازهر مش بمعزل عن السياسة العامة للدولة. يعني برافو عليك يا دكتور. السياسة العامة للدولة. احنا دلوقتي عندنا حظر الى 5 او الى 23 ابريل. تمام. منتظرين ايه اللي هيستمر بعد كده؟ هل هيبقى في حظر كلي؟ هل الظروف الحاليه هتتغير هتتعدل؟ فاحنا مع الاطار العام، انما كل ما تعمله الجامعه او تقوم به الجامعه الان هو عباره عن يعني استعداد لما سيكون في المستقبل. طب دكتور سيد، دكتور سيد، حضرتك ما شاء الله معروف بين ابنائك الطلاب ان انت اب ليهم كلهم. نعم. معروف ان انت بسم الله ما شاء الله بتحتوي الجميع. معروف. نعم. ان انت قريب من كل طالب. تمام. في نعم. ظل هذه الازمه، انا بتكلم مع حضرتك بقى ايه من باب يعني ايه تطبيق روح القانون. تمام. كما سوء. يعني في ظل هذه الازمه، اذا ما تفاقمت الازمه اكبر او اكثر من ذلك، هل سنضطر الى اجراء امتحانات الكترونيه؟ تمام. هيكون مصير الطلاب ايه؟ وبتواجههم بعض المشاكل وبعض الصعوبات كبيره جدا. يعني اولا حته الاليات تنفيذ الامتحان يعني ضعيفه جدا عندنا في مصر، وحضرتك تعلم ذلك. طيب انا من خلال برنامجك المتميز، الله يرضى عنك، لطلابي وابنائي وكل طلاب وطالبات كليات جامعه الازهر رساله اطمئنان. الله يرضى عنك. لأن قيادات الجامعه من بدايه من فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر ومعالي الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه الدكتور محمد حسين محرساوي. تمام. والساده النواب والدكتور المعني النائب معالي المعني النائب بهذا الموضوع دكتور يوسف عامر، كلنا لمصلحه الطالب ولسنا ضد الطالب باي حال من الاحوال. الله يرضى عنك. دي رساله طمأنينه. اتفضل يا دكتور. الامتحان كما هو في مواعيده الاصليه، المواعيد الطبيعيه بالنظام الورقي القديم المتعارف عليه. تمام. كل الاشياء اللي هتحدث استثنائيه تبعا للظروف العامه او السياسه العامه في الدوله.
تمام. الطالب المخاوف اللي لدى الطلاب مخاوف مشروعه، يعني تمام. احنا ما احناش ضده وما احناش واقفين معاه بالظبط، لا احنا معاهم قلبا وقالبا. كون ان الطالب خايف ان ما يكونش عنده نت في الوقت ده، ايوه، وكون ما معاش موبايل مثلا او لاب او كلام من ده، تمام. الكليه ليه، الجامعه ليه بتعمل امتحان تجربه يا استاذ مروان؟ الله يرضى عنك يا دكتور. فكره الامتحان التجريبي او هو اسمه تجريبي، ما هوش معتمد، ما هوش رسمي، تمام. ده هو الهدف منه حصر المشاكل والمعوقات التي ستواجه اداره الجامعه، تمام، في حاله لو انعقد الاجتماع بشكل الكتروني، تمام. يعني ازاي انا هجيب الطالب اللي في ابو حمص ولا اللي في كفر الدوار ولا في اسيوط ولا في اسكندريه ووحد الامتحان في وقت واحد؟ بالظبط. هل البديل زي ما قال معالي النائب ان احنا ممكن نمتحنه في المعاهد الازهريه؟ طب هل انا عندي الوسيله الكافيه ان انا اغطي كل مراكز ومحافظات جمهوريه مصر العربيه؟ ده كله الهدف من الامتحان. دي اطروحات مطروحه على الساحه في المناقشات، يعني تمت مناقشتها في مجلس الجامعه بالامس. نعم، تمام. نعم، فالهدف هو حصر المشاكل، الوقوف على ماذا، ما سيتم، ماذا يعني، هل انا بالقدره، عندي القدره والاليه والاستطاعه ان انا اعمل امتحان تجريبي؟ تمام، ماشي، في نسب مقبوله، يعني تم تجربتها في بعض الكليات زي كليه بنات اسكندريه وغيرها من كليات الجامعه وفي الصيدله وهنا وهنا، فيها نسبه نجاح مقبول ولكن مش بالقدر الكافي. فالجامعه لا تألو جهدا في ان هي تعمل ليل نهار على حصر هذه المعوقات والمشاكل، لكن انا بطمن طلابي وابنائي واحبابي ما تلاقوش لسه من هنا ل 30/5 ما فيش شيء رسمي بان انا الامتحان هيكون عندي تجريبي او الكتروني. انما هو عليه ان هو يذاكر، يستعد للامتحان بشكل، يستعد لامتحان 30/5 لل 30/5 تمام. الاليه اللي احنا نعملوها تدابير وقائيه، تمام، التدابير الوقائيه، هوفر له بدل ما اللجنه فيها 25 لا انا ممكن يبقى فيها 15، تمام، هيبقى فيها 10، بدل ما الطلبه يمتحنوا فرقتين في دفعه في يوم واحد لا انا ممكن امتحن فرقه واحده في يوم واحد بالظبط، على مدار حتى الوقتين الفترتين، مثلا لو هم 1000 يبقى 500 الصبح و500 بعد الظهر بالظبط، يعني في كذا حل. فالطالب ما يقلقش، الطالب عليه ان هو يستعد وبعدين ما يوترش نفسه، لان احنا النهارده مامورين حتى شرعا وقانونا بان احنا بنواكب العصر والحداثه، يعني الله يرضى عنك يا دكتور. الحق في المعرفه والتكنولوجيا الحديثه اللي بيتكلم معانا الدكتور ده امر بقى ضروره النهارده، احنا في 2020، فازاي والطالب الازهري ما هوش يعني بمعزل عن التكنولوجيا الحديثه وعن ان هو بيتابع الواتس او التليجرام او التقنيات الحديثه، لابد ان هو بينخرط في الحياه العامه، تمام. حتى لو نتهم ان احنا ما بنعرفش حاجه، لا ده الطالب الازهري متقدم ومتميز ولديه القدره ان هو يواكب مثل هذه الامور. فانا من خلالك بطمنهم وادعو لهم بالتوفيق والنجاح الباهر باذن الله تعالى. دكتور سيد، انا مش عارف حضرتك يعني بتتفرج علينا دلوقتي ولا لا، لكن أمرني. انا شايف ان في سيل من الرسائل، مئات الرسائل على الواتساب، يعني وخاصة لحضرتك مستعد للإجابة عليها تحت أمرك، يعني لا كلها يعني حضرتك جاوبت عليها بالفعل ان انت هتكون معاهم اب لكل الطلاب، وان شاء الله عز وجل نشرت الطمأنينة بينهم ان شاء الله. وانا مش لوحدي على فكرة، بطمنك وبطمنهم، انا من يعني انا ليا يعني اشرف بان انا بنقل نفس الرسالة اللي احنا قلناها بالامس او قالها معالي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي والساده النواب وكل عمداء الكليات بالامس، تمام. ان احنا لسه في امتحاننا الاصلي كما هو 30/5، ما لم يجد جديد، وحط احتمال ما يجد جديد 30 خط 1000 خط زي ما انت عايز. طيب يا دكتور سيد، دكتور سيد اتفضل حضرتك. في سؤال من احد الطلاب حاليا، يعني البرنامج اللي هم شغالين عليه اللي اسمه مايكروسوفت او مايكروسوفت تيمز مايكروسوفت تيمز او التليجرام، التليجرام ممكن يتعاملوا بيه، انما تيمز ده بسم الله ما شاء الله يعني بس مباشر، يعني طيب اذا الطالب فاتته المحاضره مش هيلحقها، فايه الحل ده؟ هل يمكن طيب الاستعاضه عن تيمز باي حاجه تانية؟ احسنت في هذا الطرح وفي هذا السؤال، تمام. اللي قال الطلاب الان هو ايه؟ هو الجامعه اتاحت وسيله التواصل ولكن بقناه رسميه، القناه الرسميه هو عباره عن مايكروسوفت تيمز، على اساس ان هو بيحصر كل منسوبي وطلاب كليات وكليات جامعه الازهر في داخل هذا البرنامج، تمام. فعشان نكسب وقت
خد بالك من المعلومه دي عشان نكسب وقت. أيوة. ويبقى الاستاذ متواصل، ودي وسيله، ويعتبر على فكره ده بيسير سياسه الدوله، سياسه الدوله اللي كانت بتنادي بالتحول الرقمي. تمام. خد بالك ده النهارده سبحان الله رب ضارات نافعه. تمام. ان النهارده موضوع كورونا ياتي عشان الاستاذ اللي هو بيهرب عن التكنولوجيا، او الطالب اللي بيتنصل من ان هو ما يعرفش التكنولوجيا، ده هو بيدربه، بيدرب المعلم. وترس في قايل في مقدمه الحلقه دكتور سيد، دكتور سيد ثواني بس، دكتور سيد انت بتقول بيدربه، بس انا يعني عذرا يا دكتور، يعني بيدربه مش في امتحان، مش في امتحان نهايه عام. هرجع لسؤالك. ايوه هرجع لسؤالك، اللي حصل في التعليم عن بعد دلوقتي تدريب للطالب والمعلم والاداره نفسها ان هي بتشوف المشاكل. الا تعلم ان اداره الجامعه النهارده بتدرس قانونيه هذا العمل اللي هو التعليم عن بعد، لان لابد الموضوع ده يقنن بشكل قانوني وبشكل تشريعي على اساس احمي الطالب بتاعي، الطالب اللي ممكن انا في الكليه بحصر حضور وغياب من خلال شيت ورق. طب الطالب اللي هيحضر بره وانا ما اعرفش هو هيغش من خلال الموبايل، ولا يفتح الكتاب، ولا هيعمل كذا، فلابد اضمن الكلام ده. عمليه النهارده بيسمع المحاضره عن التليجرام او على اي برنامج بيتواصل معاه الاستاذ هي وسيله مؤقته لحين ما الجامعه هتجمع هذه الامور كلها في نصاب قانوني واحد. بتعمل لهم ايميلات الكترونيه وبريد الكتروني لكل طالب، هيبقى زي الباسورد او الباركود كده، وبحيث ان كل طالب منتسب للجامعه عندي هيدخل ضمن هذا البرنامج. تمام. والاستاذ هيبقى ليه ايضا بريد الكتروني بحيث تبقى تحت مؤسسه تعليميه تكنولوجيه حديثه. تمام. ما يبقاش الطالب بمعزل والاستاذ بمعزل تاني، فده حل مؤقت. يعني موضوع ان هو بيسمع من التليجرام او بالواتس او بالفيس او بالتيمس او غيره هي حل مؤقت، واحنا باذن الله تعالى ممكن نعمل بقى محاضرات مجمعه في الاخر خالص، بحيث ان كل استاذ يحدد منهجه بشكل يطمئن الطالب معاه، بس بتكون في نهايه الاسابيع المقبله قبل دخول الامتحانات باذن الله تعالى. تمام. دكتور سيد مرجان عميد كلية الشريعة وقانون بدمنهور، شكرا جزيلا لحضرتك، أثريت الحلقة وربنا يبارك في حضرتك، ونشرت الطمأنينة بيننا كأولياء أمور، ونشرت الطمأنينة بين أبنائنا الطلاب، جزاكم الله خيرا. كنت عايز أسأل إسلام سؤال، يعني هل في دكاترة أو أعضاء التدريس بدأوا شغل عندكم؟ اكيد طبعا، بس قبل ما اجاوب على السؤال دوت انا حابب اشكر سياده العميد الاستاذ دكتور السيد مرجان. تمام. عميد كليه الشريعه قانون دمنهور على رساله الطمانينه اللي ارسلها للطلاب، وكمان الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعه، وفضلت الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب على رسالتهم للطلاب. بالفعل اعضاء هيئه التدريس في جامعه الازهر كليه الشريعه قانون دمنهور اشتغلوا على التعليم عن بعد على برنامج التليجرام وكذلك تيمز، ولكن مش كل الطلبه وصل لهم. هنيجي للصعوبات. أيوة. هنيجي للصعوبات. عايز الدكتور عيسى، حضرتك بالنسبه لل يعني انت حضرتك تكلمت عن المميزات والمزايا للتعليم عن بعد، اكيد طبعا كل حاجه لها مميزات ولها عيوب. اكيد طبعا. اكيد طبعا. ايه العيوب اللي كانت بتقابل حضرتك في التعليم عن بعد؟ بص حضرتك، هو اي عمليه او اي حاجه في الدنيا بيبقى ليها مميزات وعيوب. بالظبط. في مشكله بقى تانية، يعني هنقول دلوقتي العيوب سريعا. تمام. ان يكون افراد المنظومه هم نفسهم عيب، يعني افراد إيه؟ المنظومه اصلا هو احد عيوبها، دي مشكله كبيره جدا. بالزبط. ازاي حضرتك الطالب ممكن يبقى هو اصلا نفسه عيب؟ تخيل حضرتك يعني منظومه، احنا ايه حتى منظومه ما بنعملها بتهددها مخاطر ومخاوف وعيوب بنفكر فيها نحلها. بالظبط. بس تخيل لو افراد المنظومه نفسهم هو بيفكر كل فكره ازاي يعني يهدمها، ازاي يثبت عدم فعاليتها، عدم نجاحها. حضرتك تخيل، طبعا احنا مش بنهتم بالطلبه كلهم. بص بص حضرتك بقى، يعني في طلبه يعني في طلبه بيواجهوا العيوب اللي احنا لسه هنقولها سريعا، وبالفعل هي تمثل عيوب بالنسبه لهم، وبالفعل لازم يتم النظر فيها ونحلها. بس في طالب يعني نفسه وبيامل ان الشيء ده يفشل، وان هو ما يوقفش، وان هو عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يتهرب يتنصل. على فكره في طلبه كتير جدا يعني نفسهم ينجحوا السنه دي من غير لا مذاكره ولا محاضرات ولا حتى امتحانات. تمام. فحضرتك تخيل بقى انك بتصلح منظومه احد افرادها طلبه زي كده على مستوى على فكره اعضاء التدريس. تمام. برضو بعض اعضاء التدريس
يعني عايز يتنصل من مهمته التدريسيه ويكبر دماغه والكلام ده كله وما يأديش مهمته بنجاح. فدي طبعا مشكله لازم نجيبها على جنب، يعني احنا بالزبط. هنحل مشاكل المنظومه، بس طبعا مع فرضيه ان افراد المنظومه نفسهم افراد بالفعل بيسعوا نحو اصلاح الامر. بالظبط، لازم كلنا نتكاتف في ظل ان احنا في يعني زي ما اقول كارثه يعني بالفعل. فعيوب العيوب بقى عموما سريعا كده، التعليم عن بعد اول شيء، المميزات اللي احنا قلناها كلها قصادها عيوب من نفس جنسها. بالظبط، يعني ايه مرونه مثلا المواعيد، ده ممكن يخلي عضو التدريس يتلاعب بالمواعيد كما يشاء، يقول لك ما انا كده كده من البيت وانتوا كده كده من البيت، فيقعد يغير في المواعيد والكلام ده كله، مثلا بكره بعد بالظبط الساعه 3 الساعه 4 الساعه 5 بلا قيود ولا ضوابط. دي برضو مشكله. المشكله الثانيه برضو الطالب لما يعرف ان في مرونه، يعني في مرونه دلوقتي في يعمل ايه، يقول لك ما كده كده هتترفع اونلاين، فتلاقي عنده بقى تروح الكسل والتنفيض، هتبقى يعني مسجله طلع عليها في اي وقت، فيبدا يتراكم عليه الموضوع. لان على فكره السعي لتحصيل العلم ده لوحده بيعمل حاجه اسمها استعداد. للاسف التعليم عن بعد لفئات كثيره قتل روح الاستعداد والمثابره عند الطالب. ليه؟ يقول لك ما خلاص بقى المحاضره كده كده هتنزل، لما اما نشوف بقى هيبقوا ينوا على ايه. فدي طبعا مشكله، لكن لو عارف ان المحاضره هيتلقاها تلقي مباشر يعني عبر ان هو يروح، فطبعا ده هيكون وضعه مختلف. طبعا احد الساده المشاهدين بعد بيقول ان يعني عيوب هذا النظام او نظام التعليم عن بعد اكثر من مميزاته. مثلا بيقول ايه العيوب، فهي اكثر من مميزات ليس لها كنظام عام لكن كطريقة تطبيقية في مصر. تمام، وهنا نخص جمعيتنا الأزهرية، لم يطبق النظام بشكل صحيح من الأول من البداية. ليش؟ بص حضرتك يعني لازم يعرفوا بصراحة حاجات مهمة جدا. أولا الموضوع جديد علينا، ثانيا احنا دلوقتي بنحاول نحققه في وقت ضيق جدا. يعني لازم كلنا نتكاتف، ولازم برضو يبقى عندنا قناعة قبل ما نطبقه ان عمرنا ما هنجيبه كبديل للتعليم العادي اللي احنا كنا ماشيين بيه. يعني احنا دلوقتي ان كان التعليم بيحقق نسبه نجاح 80%، لما اجيب البديل بتاعه اللي هو التعليم عن بعد، عمر يعني لو انا بصراحه تطلعت ان هو يكون هو طالب مشكلته ايه، بيقارن الوضع ما قبل عن الوضع الوقتي على كده، فلو ما حصلش كل المعلومات وكل العلم اللي هو عايزه بنفس الطريقه والاليه والكيفيه والجوده، يقول لك يبقى هو فشل، ودي برضو مشكله كبيره جدا. تمام، بعض السادة المشاهدين بيقول نرجو استعجال القرارات بشأن الامتحانات. دي القرارات دي يعني ممكن مش بيجي حتى صانع القرار. صحيح، يعني في الوقت الراهن حضرتك ما بين ليلة وضحاها بتشوف تغيرات، يعني جزء منه غيبي ومستقبلي. بالضبط، فأنت يعني هو الدكتور سيد قال لك كلمة كويسة، ذاكر لحد يعني 30 معاد امتحانك 30/5، ذاكر اعمل حسابك على كده الى ان يجد جديد. بس كلام جميل جدا. تمام دكتور عيسى، انا يعني عايز استفيد مع حضرتك في الموضوع ده، ولكن استاذن حضرتك فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. شكرا جدا، اتفضل. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعيه انقاذ حياه طفل، لانهم سمعوا عن نشاط الجمعيه في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعيه اتفاجئ ان الجمعيه على مدار 10 سنين قامت بعلاج اكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عمليه قلب، 8,000 عمليه مخ واعصاب، 2,500 حوادث طرق وعنايه مركزه، 2,000 حاله اورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفاله تعليم 10,000 طفل من اسر المرضى، سداد ديون اكتر من 1,000 غارمه ممن عليهم احكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر فرع إيزيس. مشاهدي الكرام، ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل. دكتور عيسى، يعني بسم الله ما شاء الله، أنا شايف بعض تلامذة حضرتك على واتساب، بسم الله ما شاء الله، يعني
شرح حضرتك جميل جدا، او تعاملك معهم بصفه عامه جميل جدا في الكليه. لا احنا مقصرين مهما عملنا بالفعل، لان الطالب له حق علينا، وبالفعل حتى العيوب اللي قلناها هي فيا انا شخصيا، ولكن على قد ما نقدر بنحاول يعني. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. يعني انت حضرتك، هل انت كنت بتتكلم في موضوع معين ان فيه عيوب، هل بعض الطلبه بتصدر لحضرتك عيوب من هذا النوع؟ بالفعل البعض، يعني في ناس، في طلبه عايزه تتعلم بالفعل. اللي عايز يعني بيحاول يتعامل مع العيوب ويتغلب عليها. تمام. ويساعدني على حلها. لكن في شق بقى على الطرف الاخر بيصدر العيوب، بل ممكن يختلق عيوب عشان يبرر لنفسه عدم المتابعه والتواصل العلمي. لعل بقى يقول لك يعني يمكن ربنا يكرمنا. للاسف مفهوم الاكرام عند الطالب بقى انه ممكن يعدي وكده. طبعا احنا ما عاملينش كده على الطلبه، في طلبه مجدين ومجتهدين. نقطه برضو تانية، ان في عيوب بالفعل يعني مشاكل عند طلبه، لان الظروف بتفرض نفسها. في طالب في منطقه نائيه ما عندوش نت، ما عندوش اجهزه كافيه، ما عندوش البنيه التحتيه مش متيسره ليه. ولكن اتفضل، البنيه التحتيه، ما هو يعني في طلبه ما معهاش هواتف ذكيه اصلا كمان. صحيح يعني، صحيح. وكمان ضعف النت جدا، يعني يعني احنا عندنا النت في مصر كس الحفاء. يعني الناس، يعني انا يعني بصراحه انا اميل الى جانب الطلبه في الوقت الحاضر لا شك. بس يعني برضو اضيف لحضرتك نقطه مهمه برضو، الا وهي اعاده ترتيب بقى اولويات النفقه. يعني مثلا زي بقول لحضرتك، احنا كنا بنروح الجامعه بندفع فلوس مواصلات، اي طالب حتى مش انا عضو تدريس ممكن يدفع في اليوم 20-30 جنيه. تمام. الاقيه مستخسر يجدد باقه مثلا ب 30 جنيه اللي هي مصاريف يوم مواصلات. دي برضو مشكله. ما احنا لازم نتعامل، يعني لازم نتعاون. انت كنت اصلا كل يوم بتخرج من بيتك وبتدفع فلوس قد كده، فبرضو يعني طيب. يعني جاء صاحب القرار، يعني بشرى للساده الطلاب. معنا ومعكم الاستاذ الدكتور غانم السعيد، المتحدث الاعلامي لجامعه الازهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ مروان، اهلا بيك وبضيوفك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب بقرب حلول شهر رمضان. وانت بالصحه والسلامه، ربنا يعود علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. دكتور غانم، الاجراءات التي تم اتخاذها من جانب جامعه الازهر في هذه الازمه. نعم. تفضل. الإجراءات كثيرة ومتعددة. تمام. وطبعا الجامعة تفاعلت بسرعة مع الحدث من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب. سليم. وطبعا اللي يعني أبنائنا الطلاب هو نظام يعني الدراسة إزاي تستكمل. ثم يعني المشاكل الأخرى اللي هي يعني من الصعوبة استكمالها أو تمامها. تمام. في حالة ما إذا يعني الأمور صارت على هذا الوضع والطالب لم يتمكن من الحضور. ووصلنا في آخر مطاف إلى أن مثلا في آخر حاجة خالص أن ممكن نقول نصل إلى الامتحان عن طريق الأونلاين يعني. طبعا من هذه الإجراءات اللي اتخذتها الجامعة أن هي مثلا الشفوي اللي هو بيمتحن الطالب اللي هو في حالة عدم استطاعة العقد بامتحان الشفوي فألغي الامتحان الشفوي وأصبحت الامتحان تحريري كله. يعني مثلا في القرآن الكريم كان يمتحن الطالب شفوي 50 درجة وتحريري 50 درجة، فأصبح الآن الطالب بياخد كل الدرجات على التحريري. تمام. طبعا في برضو أيضا ده طبعا جرى على مستوى كل الامتحانات شفوي. لو في مثلا طالب بياخد عنده بحث بياخده وبيبقى الدرجة عليه 20 مثلا في المادة والمادة من 80، خلاص الدرجة هتوضع بناء على أن المادة كلها من 100 والأسئلة من 100. تمام. طبعا ده نوع من التيسير على الطلاب ما شاء الله. وده ألغي حتى لو كان الامتحان سيعقد كده، خلاص ده امتحان طالب في المادة بعد إلغاء الشفوي. تمام. ده كله طبعا اضافه الى امور اخرى، منها طبعا ان احنا دلوقتي بنشتغل على تدريب على توصيل الماده العلميه زي الدكتور سيد مرجان عميد كليه الشريعه والقانون دمنهور. تمام. شرح الموضوع بتفصيلاته. ان احنا طبعا دلوقتي بنشتغل على ان احنا نوصل الماده العلميه بقدر المستطاع للطالب. يعني احنا بنبذل قصارى الجهد ليل ونهار عشان
واحد الوسائل والطرق والادوات اللي احنا من خلالها نتاكد ان الطالب هو قاعد في مكانه وصلته الماده العلميه المطلوبه. تمام. وايضا مع هذا الامر برضو ان احنا بنجري امتحانات تجريبيه، يعني بنشوف عشان من خلالها نعرف ايه السلبيات الموجوده في النظام لو لجأنا اليه في حاله الضروره، ايه ونتغلب عليها، نحاول ان نتغلب عليها بحيث ان احنا نعدل نضيف نشوف ايه هي النتائج. يعني التجربه طبعا جديده علينا، واذا كان من اذا كان كورونا ده محنه فهو منحه في هذا الامر، ان منحه في هذا الجانب التعليمي اللي احنا نقوم عن طريق نتعلم كلنا كاعضاء التدريس وكطلاب، ونفاجئ اننا امام اختيار لابد منه حتى نواكب التطور الموجود في العالم، امر كنا احنا مش لم نستعد له الاستعداد الكافي ففرضوه علينا فرضا. هذا الامر موجود يا استاذ مروان، من احنا تعاملنا معاه في الخليج من 10 سنوات وليست هناك اي شكوى من الطلاب، وتعاملنا معه بسلوس بسلاسه وبعزوبه شديده. دكتور غانم، يا دكتور غانم، يعني يعني حضرتك قيمه وقامه كبيره جدا، لكن حضرتك يعني انا كنت عايز اتكلم في موضوع مهم جدا. انت بتقول ان من ضمن الاطروحات المطروحه على الساحه للمناقشه ان في ممكن اجراء الامتحان اونلاين او الكتروني، تمام؟ طيب، هل البنيه التحتيه بتاعتنا تستحمل ده؟ هو حضرتك الاول احنا بنقول حضرتك احنا بنقول اولا ان احنا لن نلجا الى هذا الامتحان على وضعه الطبيعي. تمام. النظام هو المتبع وعندنا بدائل اخرى كثيره. ما هو ده اللي انا كنت هستدرك بيه كلامي، هل هناك حلول تم اتخاذها بالفعل بجامعه الازهر حيال هذه المشكله؟ هو ما انا بقول لحضرتك في حلول كثيره قبل الامتحان الالكتروني. تمام. يعني في حلول كثيره قبل الامتحان الالكتروني. تمام. الامتحان يعقد على وضعه الطبيعي بالظبط، ولكن من خلال تقليل الاعداد، بدل ما امتحان الطلاب سنتين مع بعضهم يبقى امتحان الطلاب سنه لوحدها، والسنه ممكن تقسم جزء يعني نعمل لها نظام صباحي ونظام مسائي، بحيث ان احنا نعمل التباعد يكون واضح ونقلل العدد الموجودين. يعني في تناقش اكثر من طريقه، لكن افترضنا ان هذه الطرق كلها لم نصل اليها لم تكن هي الطريقه اللي هي المطلوبه او اللي هتساعدنا فيها مثلا خطوره مثلا على الطالب، فيبقى ما لو وجدنا ان الطريقه الاخيره دي هي الاسلم، احنا بقى بنعمل هذا واجب علينا ان احنا نشتغل على امتحان تجريبي مره واثنين وثلاثه، شوف البنيه عندنا تستحمل، طب ايه المشاكل المترتبه، طب لو حصل مشكله طب ايه الحل، ايه الموجود. وفعلا مثلا احنا في كليه الاعلام، انا عميد كليه الاعلام، وعندنا عملنا اكثر من امتحان تجريبي، وكانت نسبه حضور الطلاب على الامتحان تقريبا لما حصرناها 77%، نسبه النجاح كانت نسبه نجاح 100%، نسبه الامتياز 11%، ما شاء الله نتائج ممتازه جدا ومتميزه جدا. لكن هي المشكله زي ما قال لك الدكتور عيسى، وانا سمحت ان الطرف الثاني عذرا يعني ان بعض مش هقول كل طلابنا الفكره عندهم فكره التعامل مع التكنولوجيا دي او الامتحان الرقمي ده فكره عند بعضهم مرفوضه، وبعدين بعضهم يمارس معلش برضه وسائل ضغط لدرجه ان على بعض صفحات بيعملوا لا للامتحان مطلقا، يعني احنا مش عاوزين امتحان لا الكتروني ولا امتحان عادي، احنا عاوزين ننجح السنه دي كده وندخل السنه اللي بعدها باي طريقه. يعني الطالب ذات نفسه لو يريد النجاح التجربه، لان لا التجربه لن تفيده فقط في هذه الحاله في الامتحان فقط ولا في هذا العام، احنا ممكن تفيده في امور اخرى بعد كده، يعني ممكن صحيح. يعني مثلا بنفكر ان احنا نعمل فصل صيفي مثلا، ممكن الفصل الصيف ده يبقى جزء منه المحاضرات والحاجات اللي زي دي يكون جزء منها عن طريق هذه التكنولوجيا او هذا النظام. احنا ممكن مثلا افترضنا مثلا والامور ماشيه استاذ لاي سبب من الاسباب منعته الظروف من حضور المحاضره اسبوع مثلا، تمام. لاي ظرف عنده،
هقول له انت قاعد في بيتك، انت انا بضطر في الحاله دي ما فيش استاذ يدرس، الطلبه بتقعد من غير ما حد يدرس لها. بالظبط. فانا في الحاله اللي زي دي اقول له طيب معلش اذا كانت عندك ظروف، بس ظروف ما تمنعكش انك انت تدي محاضره للطالب وانت قاعد في المكان اللي انت موجود فيه. فلو ان الطلاب، وطبعا في كتير من طلابنا بيساعدونا واولاد سعداء جدا بالنظام ومبسوطين منه وبتفاعلوا معاه وبيقولوا لنا على العيوب وبيقولوا لنا على الحلول. ما شاء يعني الله. بيحدد العيوب وبيحدد وبيقول لك الحل كذا، لان الاولاد بيفكر مع حضرتك بيديك حلول برضو. بيديني حلول. ده طالب ايجابي، ده انا بعتبره طالب ايجابي عاوز التجربه تنجح. لكن في طالب سلبي مش عاوز اي حاجه، يعني كل ما تحل له مشكله يخلق لك مشكله. صحيح. هو لا يقدم حلول للمشكله ولا يساعد، وانما هو يبحث عن مشكله. احنا في 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 تكنولوجيا وفي عالم الرقمي، ونحن مضطرون اضطرارا اردنا او لم نرد ان نتعامل مع هذا مع هذه الانظمه، ولا بد ان نثبت من خلال هذا التعامل بان جامعه الازهر مش مثل غيرها من الجامعات الاخرى، وانما هي سباقه في الاخذ بالتكنولوجيا. والحمد لله عندنا رئيس الجامعه مؤمن جدا بهذه الامور وبالتكنولوجيا في كل المناحي، ويساعد عليها ويحض عليها وطالبنا بيها، واحنا لابد ان نتعامل معها. احنا امام واقع هنتعامل معاه النهارده بكره، تاخرنا في التعامل معاه، جه كورونا قال لنا لازم تتعاملوا مع هذا النظام. طالما احنا لازم نتعامل مع هذا النظام التكنولوجي، تمام؟ وان احنا شئنا ما ابينا هنتعامل بيه. ألا يكون جديرا بنا ونحن أبناء الأزهر أن يكون يعني من حضرتك رأفة بنا بأبنائنا الطلاب في يعني في العملية الامتحان في عملية الامتحانات، وخاصة أنها أول تجربة؟ هل سيعامل الطلاب في أول تجربة بالحسم والصرامة؟ هو شوف حضرتك، أنا الحزم والصرامة هو احنا اولا بنتعامل مع ابنائنا في كل الاحوال بالفضل لا بالعدل. الله يرضى عنك يا دكتور، هو ده اللي انا كنت عايز اخده من حضرتك. لا بنتعامل معهم بالفضل لا بالعدل، وانا واثق ان شاء الله باذن الله ايا كان نوع الامتحان وطريقته ان هذه السنه ستكون افضل يعني بالنسبه لابنائنا الطلاب من افضل السنوات بالنسبه لهم، وهتكون ان شاء الله باذن الله مستواهم عالي جدا، واحنا لنزلل الصعاب بقدر المستطاع، وهم في العين وفي القلب، ونحن كلنا نعمل من أجل أن نريحهم وأن يطمئنوا تماما أنه لن يكون إلا ما يرضيهم، وأن ويكون ميسرا عليهم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. يعني أنا يعني بفضل الله أخذت بشارة من حضرتك للطلاب أن هتتعامل حضرتك معهم وجامعة الأزهر ككل بالفضل لا بالعدل. وإن شاء الله بإذن الله كما وعدت حضرتك، أبشرك بإن شاء الله بإذن الله سوف يكون تكون هذه السنة في فكر وعقل ووجدان كل طالب، لأنها كانت من أفضل السنوات اللي هم درسوا فيها وحصلوا فيها على أعلى تقديرات إن شاء الله بإذن الله. تمام. إن شاء الله. دكتور غانم السعيد، يعني أنا بصراحة يعني كان بود إن احنا نستفيد ونستزيد من كلام حضرتك. بصراحة كلام حضرتك وكلام الدكتور سيد مرجان جاء كالبلسم على قلبي أنا شخصيا وقلب جميع الطلاب من خلال الرسائل التي تأتي. بسم الله ما شاء الله. رسالة أخيرة بس تفضل. كما وجهها الدكتور سيد، أيوة. أنا بقول لأبنائنا اشغلوا أنفسكم بالمذاكرة، اشغلوا أنفسكم بالاهتمام بدراستكم، الحصول على المعلومه، كونوا انفسكم، اشتغلوا بالعلم. تمام. ولا تشتغلوا بالاشاعات، واطمئنوا تماما. تمام. انه لن يكون اي شيء الا الشيء الذي هو في مصلحتكم. تمام. واي شيء لن يكون في مصلحتكم لن تاخذ به الجامعه تحت اي سبب من الاسباب ولا تحت اي ظرف من الظروف، تحت اي بند من البنود، تحت اي ضغط من الضغوط، جامعه الازهر هتكون واقفه مع ابنائها الطلاب بلا شك. طبعا بلا شك، بلا شك ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور غانم السعيد المتحدث الرسمي باسم جامعه الازهر، شرفتني ونورتني، واشكر حضرتك على المداخله الجميله. جزاكم الله خير. شكرا لحضرتك. دكتور عيسى، يعني في بما ان حضرتك يعني
في مدرسة مدرس مساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالنسبة للعملية التعليمية. هناك بعض العلوم لا تستطيع أن تلقيها على الطلاب بالتكنولوجيا، فما هي؟ صحيح يا دكتور. طبعا احنا عندنا يعني هم ثلاث انواع. اول حاجه في علم نظري بحت. علم نظري بحت، علم نظري البحت ده بالفعل هو اسهل العلوم واكثرها جدوى في مساله التعليم عن بعد او التعليم الالكتروني مبدئيا. ليه؟ لان مفيش جانب عملي تطبيقي، فده ان شاء الله ما يبقاش فيه صعوبات ونقدر يعني نوصل يعني نسبه اداء وكفاءه فيه عاليه جدا. يجي فوقيه شويه هيبقى الموضوع اصعب سنه، بس برضو مش قوي. اللي يحتاج اللي هي العلوم العمليه، ولكن العمليه الجانب العملي اللي فيها جانب تكنيكال او جانب تكنولوجي، زي بقى كلياتنا احنا، كليه الحاسبات. احنا عندنا عملي، ولكن عملي برضو تكنيكال، يعني عباره عن برامج بنعلمها للطلبه واكواد وازاي برمج والكلام ده كله، ممكن بالفعل نتعامل معها عن بعد، وان كان برضو الجدوى هتقل سنه صغيره. تمام. بس مش هتضر قوي. تمام. اصعب بقى العلوم بالفعل اللي محتاجه بالفعل نظر من اصحاب القرار، العلوم التي تحتاج الى مشافهه او مباشره. دي بالفعل جدوى التعليم عن بعد هتبدا تقل كفاءته جدا. زي مثلا العلوم الطبيه بالظبط، يعني القصه كلها دلوقتي الطالب اللي في طب ده، يعني الله يكون في عونه، يعني انا نفسي مش متخصص ومش عارف البديل هيكون عامل ازاي. وبجد يعني انا اطلب من حضرتك بالفعل عشان يبقى الموضوع مثمر جدا، لو في حلقات ان شاء الله لازم نستضيف حد من ابناء هذه الكليه، يعني عشان نعرف مثل هذه العلوم بقى اللي تحتاج الى مباشره، طبعا تشريح والكلام ده كله. هل التعليم عن بعد هيكون كافي لان هو يوصل المعلومه بل يعني يرقى بالطالب للمستوى الكفاءه العاليه؟ فدي بالفعل انواع علوم هتبقى صعب فيها الحصول على جوده عاليه باستخدام التعليم عن بعد. يعني اسلام، سريعا، المخاوف اللي من وجهه نظرك الطلاب بيخافوا منها بسرعه. سريعا يعني استمرار المخاوف. اولا بس انا عاوز اشكر الدكتور غانم السعيد على الرساله اللي وجهها للطلاب. تمام. ثانيا بقول ان احنا طلبه الازهر بتقول بعضهم، يعني اللي عنده مشكله في التعليم عن بعد بيقول هناك فرق بين اننا لا نعرف ولا نريد، احنا عاوزين بس مش عارفين. بالظبط، هي دي المشكله بتواجه الطلاب. ودي بصراحه انا يعني انا بقى يعني بكون بجانب الطلاب في هذه أكيد المحنه بصراحه، قطاع يعني كبير من الطلاب، بشد على ايدي الطلاب لان بصراحه الطلاب مظلومون مظلومون مظلومون. قطاع منهم برضه مروان، انت حضرتك برضه بتتكلم قطاع كبير جدا. بالفعل انت ذكرت قلت الانترنت في مصر السلحفه بتمشي. وكذلك في بعض القرى اصلا مش وصلها نت، ممكن الكهرباء، يعني انا مثلا في قريتي الكهرباء بتقطع اكتر ما بتيجي. بالظبط، دي انا بمتحن اونلاين مثلا الكهرباء قطعت، يعني فاعمل ايه؟ في طلبه فعلا مش عارفه تدخل على البرامج ديت، الايميل الجامعي ما وصلش لبعض الناس. بالظبط، او الدكتور غانم بيتفرج علينا حاليا، انا متاكد ان هو دي هينقلها لرئيس جامعه الازهر، كل قيادات جامعه الازهر على الاجراءات اللي اخيرا 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 لنصره الطالب. يعني والرسائل المباشره اللي قالوها دي. هل الاكتفاء بما تم شرحه مجدي؟ غير مجدي، غير مجدي، غير مجدي. قولا واحد، ما حصلتش الماده العلميه الكافيه ان انا اكتفي بما تم شرحه. قولا واحد، رساله للمعلمين ورساله للمتعلمين بسرعه. سريعا كده، رساله للمعلمين، يعني زي ما تفضل اساتذتنا الكرام، ابذل قصارى جهدك فيما هو متاح لك. برضو في نفس المنطق للطلبه، ابذل ما في وسعك لتلقي ما هو متاح، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فإن كان التعليم المباشر بيحقق لك نسبة كفاءة معينة، لا تنتظرها أن تكون من التعليم عن بعد، ولا سيما في وسط هذه المتغيرات والبداية اللي احنا داخلين فيها متأخرا. فيعني ارضى بالقليل واجتهد لتحصيل يعني أكبر قدر ممكن. اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك، تصيب به من تشاء وترفع عن من تشاء. اللهم فارفع عنا هذا البلاء وعن بيوتنا وعن بلادنا وعن أهلينا وعن أزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واحفظنا بحفظك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور عيسى صبري مدرس مساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. شرفت ونورت. أنا يعني شرفت بوجودي وحضرتك والله. لا والله ده شرف لي يا دكتور. صغير إسلام يعني. الأستاذ إسلام الدريني منسق رابطة أزهري من أجل مصر، شرفتني ونورتني يا إسلام. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.